صباح الخير مشاهدينا وين ما كنتوا عم تحضرونا بلبنان وبكل انحاء العالم. حنوعدكم مع ايت سمارت، واليوم معي رندا فهد، واليوم موضوعنا عن حبوب الترويقه. صباح الخير. صباح النور. كيفك اليوم رندا؟ منيحه نشكر الله. يعني في دباجه على هالموضوع، اتس نوت هيلثي. في انواع وانواع، وفي انواع فيهم سكر، في انواع فيهم سكر وملح واتسترا. اليوم بديك تنورينا على هالموضوع، بس مثل العاده بننطر كمان خبريتك لليوم. 100%. اول شيء بحب اذكر المشاهدين تابعوني على الانستغرام رندا دنيا فهد، او على الفيسبوك بيج ار تي اف، بتحطوا لايك وبتتابعوني. ما تنسوا اسئلتكم دائما بنجاوب عليها. اليوم خبريتي دائما هي كثير مهمه بهالابحاث الجديده، بس عم تحكي على هال بنقول لهم مايكرو نيوترينز، يعني هن على المعادن والفيتامينات، ونحن بنعرف قديش هن مهمين لصحتنا. اذا عندنا نقص باليود عندنا مشكله بتصير بالغده، اذا عندنا نقص بالحديد بمشاكل بالطاقه، يعني كل نقص بالكالسيوم بصير في ترقق العظم. فاذا هول الاشياء اللي هن ضروريين هن كثير مهمين لصحتنا، وهيدا شغله كلنا بنعرفها. هلا من هون كمان بدي اقول لكم اياه، حتى بقلب جسمنا اللي بنقول لهم الالكترولايتس، يعني قد ايه في ملح، قد ايه في بوتاسيوم، بين صوديوم وبوتاسيوم لازم يكون في حتى الكميه المضبوطه كرمال دقات القلب تكون مضبوطه. هلا هول الجسم بيركضهم وماشي حاله فيهم اذا نحن عم ناكل الاكل المنوع، ولكن الدراسه الجديده هي انعملت على اهميه المعادن والفيتامينز كرمال كل الامراض اللي هي لها علاقه بالامراض العصبيه، يعني مثل الألزايمر، مثل الباركنسون، مثل المالتيبل سكليروسيس، التصلب اللويحي. فهول كلهم بين انه اذا عندنا نقص بمعادن معينه اما فيتامينز، هيدا الشيء رح ياخر انه الانسان يصح، اما رح يخلي الوضع أسوأ. فمشان هيك هون اتاخذت كل وحده لحالها، مثلا بالتصلب اللويحي اهم شيء ما يكون في نقص بالفيتامين دي عند الاشخاص. وقت انا احكي على الالزايمر تبين كمان الفيتامين دي، على كل حال بكل شيء بدي احكي بده يكون في فيتامين دي ما يكون في نقص. بس بالالزايمر كمان الاشخاص اللي كان عندهم نقص بالبي 12 هيدا الشيء ادى الى مضبوط اثر اكثر واكثر. بالالزايمر ما لازم يكون في عندنا نقص بالزنك ولا نقص بالنحاس اما الكوبر. هلا لروح على الباركنسون، بالباركنسون كمان بين اهميه الفيتامين دي، ولكن بين اهميه الفيتامين بي 6 هون والفيتامين اي. ونحن بنعرف هول الفيتامينز مثل فيتامين اي موجود بكل شيء، في زيوت، بالبزر، بالمكسرات، هي اكثر شيء موجود فيها. فنحن هول الاكلات ما لازم نكون عم نقفيهم. الفيتامين بي 12 هو اكثر شيء موجود بالمأكولات اللي هي حيوانيه، فاذا الاشخاص اللي هن فيجن هول الاشخاص بدهم ينتبهوا لما يكون عندهم هيدا. ومش منقوله، يعني انا اليوم بدي ركز انه مش ايه معقول ينقص عندنا بي 12، ما اذا نقص بي 12 رح يصير عندكم مشكله الالزايمر، اذا واحد كان معرض رح تزيد اكثر واكثر. نفس الشيء البي 6. طيب بي 6 ليش الشخص بده يكون عنده نقص بي 6؟ لعدة أسباب، منها أنه جسم ما عم يمتصه. بالمغنيسيوم بحطوا مانيا بي 6. مزبوط. ليش؟ لأنه هالشيء للجهاز العصبي. إذا عم تفكر، فإذا دائما البي 6 للجهاز العصبي هو كثير هو البي كومبلكس كله للجهاز العصبي. 100%. فهون بالتحديد بالباركنسون شغل على البي 6، لأنه في عندك أدوية معينة بتتاخذ هي بتروح البي 6 من الجسم. فهون شخص كمان، خصوصا نحن عم نكبر بالعمر، أشخاص عم تاخذ أدوية معينة، كيف بدهم يعرفوا؟ سألتيني سؤال دائما لازم وقتها نعمل الفحص الدم. بدنا نكون عم نطلب كل هالفحوصات اللي هن الفيتامينز والمينرالز كنا عم نعملهم. بتعرفي شو بيصير رندا؟ لما نعمل فحص الدم وبنشوف مثلا عندنا نقص فيتامين دي، بيوصفوا لنا ناخذ فيتامين دي، بس ما بنعرف امتى نوقف. الواحد مش دائما كل ثلاث اشهر او ست اشهر بيعمل فحص دم. يعني كيف بده يعرف امتى بده يوقف وامتى بدهم يكمل؟ او مثلا البي 12 نفس الشيء. مزبوط. ما زال انت واعي هالموضوع، عم توعي المشاهدين. ساعتها وقت نروح عند الطبيب ونطلب منه يعطينا هالورقه لنعمل الفحوصات، بدنا نساله. اكزاكتلي. سو بدنا نساله، هول كلهم هالاشياء لازم تكون طبعا مع استشاره الطبيب نكون عم نتعالج. وقد ايه مهم الدايتيشن فيها تساعدنا كمان؟ بأمتى نوقفه؟ لا، الطبيب هو بده يكون مسؤول على هالاشياء بالحقيقه.
والطبيب يعني الطبيب اذا عم بحكي على الامراض العصبيه يعني هيدا هو اللي مسؤول. نحن كدايتيشن وين نحن بدنا نسند؟ بدنا نسند بالاكل اللي هو مظبوط. بدنا نعلم شخص كيف بده ياخذهم وامتان بده ياكل هالاكلات وكيف بخلال الاكل بده ياخذ الماكسيموم اللي هو بده ياخذه. ولكن اذا في نقص بجسم الاكل لحاله ما رح يكون كافي، الاكل لحاله بيكمل، ولكن ساعتها مجبورين ناخذ السبلمنت. اوكي، تنرجع لموضوعنا عن حبوب الترويقة، يعني هذا موضوع السهل الممتنع بيقولوا له، خاصة الأولاد يعني عند كل الأشخاص. ستيفاني، هلا أنا وقت يجي أشخاص بيقولوا لي نحن نتروق حبوب الترويقة، بناخذ الكمشي لأنه ما عندنا وقت، بناخذ كمشي ومنروح بنظهر، عم نحكي أولاد بس كمان عم نحكي أكثر اللي هن بيروحوا على الجامعة الأكبر، الأشخاص اللي بيروحوا شباب وصبايا على شغلهم بسرعة، وهيدي عادة بتمتد للكبار، يعني متى ما بلشت كملت بوقت الشغل امتدت بعدين، لانه واحد ما عنده وقت بيكمشون وبيمشي، لانه في انواع بيقولوا هلسي ومنيح مشان هيك. أوكي. يعني كل العالم واعيين انه هذا الشيء مش منيح، بس بيفكروا انه الانواع اوكي. هلا اول شغله بدي اقولها انه اكمش الكمشه هيدي وامشي هي بكل الاحوال منيحه، هن كانوا منيح اما الدرجه اقل من انه يكونوا جيدين، هي الفكره مش منيحه. انا دائما وقت انصح الاشخاص اللي بيجوا لعندي عم يعملوا ريجيم بقول لهم بليز انتم اذا اشخاص بتحبوا تتروقوا لازم بالترويقه يكون في بروتين، وهي دائما بنحكي فيها، يعني هن الحبوب الترويقه هن معمولين يا من الذره يا من الشوفان، يا معمولين من القمح، يا معمولين من الرز، يا معمولين من عده انواع من الجرينز اما الحبوب، فاذا هول كلهم معبيين نشويات جيد، هذا بيعطي طاقه ما عندي مشكله فيهم، ولكن ما لازم نمزج دائما اللي بيحتوي البروتين اما اللي بيحتوي الكالسيوم خصوصا الصبح، فاذا حدهم يا بده يكون في حليب، وحليب مش النباتي هون، او ما قادر اخذ حليب ابدا بده يكون في اللبن، كثير اشخاص بياخذوه مع اللبن اما مع اللبن الجريك يوغرت اليوناني، او اذا لا فينا نحط ملعقه لبنه نكون عم ناكلها حدهم، او نقص شقفه الجبنه ناكلها ونكمشهم، هن بدهم يجوا بديل للخبز، فاذا هن هيدا بديل للخبز نحن باكلنا. هيدي كيف بدنا ناخذهم. هلا الانواع اللي بدنا نحكي عليها رح احكي اول شيء بطريقه هينه عن الحبوب العاديه اللي هن نحن بنقول لها الكورن فليكس، يعني بنقول لها المعموله من الذره، اما المعموله من الويت عاديه. هلا هيدي الانواع، وهون اهم شيء نحن نعمله نعرف نقرا الملصقات الغذائيه، ما فيها ما اقرا من شو معمول، فاذا ناخذ وقفه قصيره وبنرجع نتابع الموضوع. منتابع موضوعنا اليوم عن حبوب الترويقة مع رندا فهد. رندا، كنا عم نحكي عن الكورن فليكس العاديين، فإذا هول العاديين أهم شيء نكون عم نقرأ الملصق، لأنه نحن كل ما هن بيحتوي سكر أكثر كل ما هن أكيد مش مفيدين، ما نحن ما لازم يكون في سكر. هلا إجمالا السكر المضاف أنا دائما بنصح إنه ما يكون أكثر من 5 جرامات للحصة الوحدة، وكمان المشاهدين لازم يعرفوا شو هي الحصة. حصة حبوب الترويقة هي تقريبا 30 جرام، 30 جرام وقت نحكي الحبوب العادية بنقول لهم فليكس، بتسمعوا كلمة فليكس، فليكس يعني فليك، يعني مثل البشار المفرقع فرقعين، فإذا هن ما بيوزنوا كتير. هول وقت يكونوا فليك 30 جرام تطلع تقريبا 3 أرباع الكوب، منه حتى كوب كامل، فإذا هون بدنا ننتبه للكمية اللي بناخدها. هلا انتبهوا أنا ما عم قلكم تاكلوا بس هالقد، بس هي ال 30 جرام هي من أبعد الخبزة القمحة الكاملة، إذا بدي أقارن يمكن أنا شخص بتروق 3 أبعاد، فاذا في اكل 3 حصص فينا ناخذ اليوم حبوب الترويقه. هلا انا دائما بحب التنويع بالاكل، مثل ما قلت لك ستيفاني بدنا ناخذهم مظبوطين، فاذا بده يكون اقل من 5 جرامات سكر بالحصه الوحده، بده يكون فيها الياف، بده يكون في تقريبا 3 جرامات من الالياف بالحصه الوحده، ساعتها هالحصه اللي عم نحكي عنها صارت حصه بتشبه حصه الابعه اللي هي الابعه الصغيره القمحه الكامله، مثل كانك اخذت ابعه كامله بتحتوي شويه سكر، ولكن أكثر. بدنا نحط بروتين حتى اكزاكتلي فهو ليه بدنا نحط حدهم البروتينات. هلا اللي بحب انا دائما بحب التنويع بالاكل، يعني مثل ما قلنا 30 لبنه 30 جبنه بيضه الى اخره، اوقات حليب والسيريل، ولكن مثل ما قلنا في عالم على السرعه بتحب تاخذها كل يوم فاين،
مثل ما قلنا اذا اخذنا النوعيه المضبوطه الكميه اللي انتم بحاجه لها، مثل ما قلنا في عالم بحاجه لحصه، في عالم لحصتين، في عالم لثلاث حصص بنهارهم. هيدا اذا عم باخذها بالنوعيه المضبوطه والعاديه. مع الشوفان جرانولا وهولي هلا حتى بالعاديه كمان ستيفاني في عندك اللي بيبقى الفروستز يعني فيها كثير سكر، او بيبقى اللي فيها عسل، او بيبقى اللي فيها اللي هي معموله مع كاكاو يعني بالشوكولا. انا اللي بدي اقول لكم اذا بتقروا الملصقات الغذائية أكثر وحدة فيها سكر وأكثر وحدة بتضر هي هاني عشيكة اللي هي العسل. كتير سكر هو سكر طعم. هو وين هيدا أي عسل؟ أي عسل وأي أوكي. فهون هيدي بتحتوي بتكون كتير سكر بيكون وأقل. حاطين شوية عسل وكله سكر 100% وأقل شيء رح تكون فيهم يعني الأفضل رح تنتبهوا يمكن حتى يكون فيها الليخية اللي فيها كاكاو أو فيها الشوكولا. فإذا نحن عم نقرأ الملصقات الغذائية وعم نشوف شو فيها. هلا من هون سألتيني على الشوفان، صرنا بالشوفان. إذا أخذتوا شوفان بيور اوكي يعني شوفان مثل ما هو، هون ما عاد في اضافات بالسكر وما عاد في هلا والالياف هو بيحتوي كميه الياف منيحه، بس حصه الشوفان ال 30 جرام هن بيطلعوا 3 ملاعق، سو كمان بدنا ننتبه. عم بحكي على الحصه، اجين بذكر المشاهدين فيهم ياكلوا حصتين اما ثلاثه، ولكن الحصه هي 3 ملاعق، فحد ينتبه قديش اخذ. حصه كارب بالنهار حصه كارب اوكي، اذا واحد بيطلع له 3 حصص ما في ياكل الصبح بس 3 حصص مزبوط يعني. وفي يكون 3 حصص الصبح وما عاد ياكل باقي النهار، هيدا خيار عند الانسان لازم نعرف مزبوط أوكي. وفي ناس هن اكيد بنهارهم بدهم ياكلوا 6 حصص او 8 حصص نشا، ساعتها ما في اشكال. هلا هون كمان وقت ياخذوا هالشوفان ما رح يحسوا طيب، فاذا رح ينزل له سكر، رح ينزل له عسل، رح ينزل له فواكه مجففه اللي هي بكثير احوال تحتوي السكر، رح ينزل له كمان الفواكه. مش غلط اذا زدنا له الفواكه، بس كمان بدنا ننتبه نزيد له البروتينات. هلا اذا انا عم بشتغل صحيا ما عندي مشكله ابدا بالكالوريز، بس اذا انا بدي اشتغل بدي انقص بالوزن، فاذا بدي اطلع على الصحه وبدي اطلع على الكميات اللي انا بدي احطها والاضافات لهم. بيرجع هون سألتيني على الجرانولا وسألتيني على الميوزلي، هونيك فيهم إضافات كتير زيادة اللي هن فيهم المكسرات، فيهم الفواكه المجففة، بدنا ننتبه ما يكونوا مقليين. بالجرانولا بيزيدوا سكر كتير ليلزقوه على بعضه، فإذا بدنا ننتبه إنه هون بيكون في كتير سكر. وأخيرا كمان ننتبه على الحصة اللي عم ناخدها، 30 جرام هي حصة 3/4 الكباية بالجرانولا هي ربع كباية ماكسيموم، لانه بيطلع 30 جرام. هيدا الحصه انا بفضل اكل ساندويتش لبنه هيدا بشبعني اكثر ويمكن هلسي اكثر كمان، بس من وقت لوقت وحل بمرق مش غلط ابدا مش غلط. هاف ا بليس داي نرندا، مشاهدينا وقفه ونكون مع جيت فيت.